لمزيد من المتابعة التحليلية هذه المرة يسعدنا أن تنضم إلينا في الاستوديو الأستاذة هند عبد الغفار عضوة تنسيقية شباب الأحزاب. برحب بحضرتك يا فندم. أهلا بك. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. أكيد تابعتي معنا منذ يوم الجمعة بداية المشهد الانتخابي للمصريين في الخارج. إيه أكثر شيء رصدتيه هذه المرة؟ من خلال غرفة العمليات الخاصة بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اللي بتقوم على مدار 24 ساعة. احنا بدأنا من يوم الخميس مساء يوم الخميس بداية من دولة نيوزيلندا، وبعدها بدأنا مع أستراليا والصين. رصدنا مشاهد عديدة نفتخر بها على مستوى العالم، سواء من الإقبال الشديد اللي موجود على اللجان الانتخابية، وكان أوله طبعا في المقدمات المرأة المصرية كانت حريصة على المشاركة، وكان عندنا كمان في الصفوف الأولى كبار السن مشاركين بالرغم من صعوبة المسافات ما بين المنازل والسفارات والقنصليات، ولكن كانوا حريصين بشكل كبير جدا ان هم يشاركوا. بالاضافة ان احنا رصدنا مشاركة كبيرة جدا من ذوي الهمم ورجال الدين، والشباب كانوا متمثلين جدا في المشاركة بالنسبة لنا سواء في ألمانيا ودول أوروبية. فمشهد الحقيقة نفتخر بيه كلنا يعني.